ما نيجي نتكلم في ذكرى رحيل اثنين من اهم الفنانين، الفنان الكبير سمير غانم والفنان الكبير سمير صبري. خلينا نبتدي كده ونسترجع مع حضرتك ابرز الحاجات اللي حضرتك شايف انها اثرت في شخصيتهم وخلتهم الاثنين واحد من اكبر او هما الاثنين من اكبر الفنانين في مصر وفي الوطن العربي. الحقيقه احنا بنتكلم على اثنين عمالقه، الاثنين فنانين، ولكن المجالات يمكن التألق كان مختلف. لو اتكلمنا ابتدينا بسمير صبري، سمير صبري طبعا هو فنان شامل، قدم الاستعراض وقدم في السينما، وفي نفس الوقت ما نقدرش نشيل من المعادلة ان هو كان اهم واحد بيقدم برنامج او اهم مذيع بيقدم برنامج. يمكن الحاجة الغريبة اللي أثر فيه سمير صبري وساعده في بداية طريقه كان الفنان عبد الحليم حافظ. كان هو ساكن في نفس العمارة ووالده كان صديق عبد الحليم. هو لعب شوية لعبة كده إن كان كل ما يقابل عبد الحليم في الأسانسير يكلمه إنجليزي على أساس إن هو اسمه بيتر جاي من إنجلترا. وبعدين لما عرفه أبوه بنفسه فهو بص لعبد الحليم يعني ما تقولش إن أنا. المهم بعد كده عبد الحليم اصطحبه معاه وداه للفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز. كانت هي بتعمل برنامج إذاعي في البرنامج الأوروبي، وفي نفس الوقت بقى حصلت انطلاقة وأخدوا معاه في أفلامه. فمن هنا هنشوف سمير صبري تألق بعد كده في أبي فوق الشجرة مع عبد الحليم حافظ، ثم انطلق انطلاقة كبيرة. لكن أهم برنامج قدمه سمير صبري كان هو النادي الدولي. صحيح. والنادي الدولي ده كان أكبر برنامج في الوقت ده في فترة السبعينات. صحيح. ده أوقف كمان أنا عارف إن يعني كان ليه كواليس كتيرة النادي الدولي.